هي حالة من التدهور الخدمي الممنهج حسب ما يراه المراقبون، أما المواطنون فيعتبرونها شللا لواقع حال مستمر كان بمثابة ثقل يضاف إلى عبء النزوح والعودة التي كانت تفتقر إلى أبسط مقومات العيش كالطاقة الكهربائية على سبيل المثال. طالب يقدر يغرق، لا طفل يقدر يغرق، لا شايب يقدر اوصل شيء، هي جيزر حمام الجيزر الكهرباء ما يقدر، لا يتوضا يقدر يصلي ويقدر شو يسوي بيها؟ تخابر الكهرباء يقول لك انقطاع من مولى عبد الله. يعني بالذات شرق صلاح الدين ولا غرب صلاح الدين بيها ما يبابوا جاب شويه شويه، يعني 4 ساعات بساعتين، بس شرق صلاح الدين لا والله خلاص. تكريت دور وايضا شمال تكريت العلم، هذه المناطق هذه مناشدتنا اليوم، احنا عندنا طلبه عندنا ابنائنا مدارس، المعيشه اصبحت على المولدات. راس هرم الحكومه في محافظه صلاح الدين بينوا سبب استمرار هكذا عقبات بسبب عجز قراراتهم في استبدال المقصرين من مدراء الدوائر، وبالتالي سيكون الوضع حبيس قوه قرار وصلاحيات يجب ان تمنح من قبل لحكومة المركز. اكو يعني تقصير مع المحافظة بسبب استهداف سياسي، بسبب استهداف هو سياسي، كان هنالك عمل سياسي مبرمج في المركز ضد المحافظة. نحن نقوم بترشيح اسماء، ارشح اني اسماء، الوزارة تقول لا يبقى القديم، فماكو داعي ارشح وماكو داعي ان كان نسوي هذا القانون بالاصل. وبين مطرقة النقص وسندان الخلافات السياسية يبقى المواطن يعاني الأمرين في واقع يتراجع يوما بعد يوم. جميل الغزالي، قناة رشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.